معي من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مراسلنا حازم البنا، ومن القدس مراسلنا نضال كناعنة. لمعرفة مزيد من الأوضاع سأبدأ مع حازم. حازم، يعني تطورات كبيرة، استمرار لعمليات القتل وأيضا الاشتباكات المختلفة، هناك تطورات كبيرة في قطاع غزة، كيف ممكن تسليط الضوء عليها سواء من الجانب الميداني أو من الجانب الإنساني؟ نعم، تحية لك ماجد. القتال يشتد في هذه الساعات بحسب ما ترد من أنباء وشهود عيان ومصادر صحفية مختلفة خاصة في مناطق شمال قطاع غزة وفي مناطق خان يونس. غارات عنيفة تكثفت في الساعات الماضية وهناك عدد كبير من الضحايا، واشتباكات عنيفة تدور في محور منطقة جباليا الذي أعلن الجيش الإسرائيلي عن تطويقه وحصاره واستمرار التوغل في عمق هذه الأحياء. ولكن يواجه الجيش عمليا اشتباكات عنيفة سواء في مناطق شمال قطاع غزة أو حتى في مناطق شرقي مدينة خان يونس الذي يحاول تطويقها من أكثر من اتجاه. رصدنا في الدقائق الماضية ماجد قبل خروجنا على الهواء رشقة صاروخية تنطلق بحسب ما أفدنا باتجاه منطقة بئر السبع، ما يعني أن حركة حماس أيضا تحاول أن يعني ترسل رسائل إلى الجيش الإسرائيلي بأنها ما تزال تستطيع أن تضرب رغم كل هذه الإعلانات الإسرائيلية بأن الجيش يحاول أن يستهدف هذه البنية العسكرية التحت أرضية. ما تزال عمليا المؤشرات ضعيفة على انتهاء هذه المعركة بشكل قريب في ظل الإشارات الواردة من الطرفين، ربما الطرف الأمريكي والإسرائيلي، بأن هذه المعركة خاصة البرية في مناطق الجنوب قد تستمر لنحو شهر إضافي، ما يعني أن السقف الزمني المسموح لإسرائيل ربما سيمتد قليلا في ظل هذه الأهداف الاستراتيجية التي يسعى من خلال الجيش الإسرائيلي لتحرير الرهائن سواء بالقوة أو بالضغط على حركة حماس لتحسين شروط أي مفاوضات قادمة أو تدمير بناها العسكرية التحت أرضية. اليوم رصدنا أحد المشاهد التي بثها الجيش الإسرائيلي يقول بأنه سيطر على مجموعة من الصواريخ وأيضا القذائف للدروع وللأفراد في محاولة أو مؤشر من الجيش الإسرائيلي بأنه يسعى لإنهاء هذه القدرات العسكرية لحركة حماس حتى لا تعود في المستقبل تشكل أي تهديد على أمن إسرائيل. لكن في المقابل أيضا المؤشرات الميدانية بالنسبة لهذه المواجهات ما تزال على أشدها، فيما يعني بأن الجيش أمامه مهمة كبيرة للقضاء على هذه الجيوب التي ما تزال عمليا تواجه الجيش الإسرائيلي. اليوم أعلن عن مقتل جنديين، بالأمس 7، وصل العدد إلى 9، وبالتالي المعارك ليست بسيطة كما تدور في قطاع غزة، وأوضاع النازحين وأوضاع المشافي في كل ذلك تتعقد. وآخر تصريح لمنظمة الصحة العالمية يقول بأن الجيش يفرض عليهم تحذيرا لنقل أي من المستودعات أو المواد الطبية من منطقة خان يونس إلى أي مناطق أخرى. ماجد، دعيني أذهب إلى نضال كناعنة. نضال، أيضا هناك تطورات على المستوى الإسرائيلي على المستوى المنطقة أيضا ما رأيناه خلال الساعات الماضية، كيف ممكن تسليط الضوء على سواء الجانب الداخلي الإسرائيلي أو التطورات هناك في غزة؟ نعم ماجد، لكن بداية ميدانية، هذه الرشقة من الصواريخ التي تحدث عنها الزميل حازم وصلت بالفعل إلى مدينة بئر السبع، هنالك صفارات انذار في المدينة ومحيطها، والآن هنالك حديث عن صواريخ اعتراضية تطلق من محيط المدينة وعدد من الاعتراضات في سماء مدينة بئر السبع في النقب. بالعودة إلى الوضع السياسي في إسرائيل والحرب، أولا فيما يتعلق بالسقف الزمني للحرب، هنالك الكثير من التناقضات في التصريحات الإسرائيلية. اليوم كانت تتحدث مصادر عسكرية إسرائيلية على أنه هنالك حاجة على الأقل لشهر من القتال البري حتى العودة إلى مفاوضات مع حركة حماس حول إطلاق سراح المحتجزين، ليس كسقف زمني للعملية العسكرية ككل، ولكن تقديرات بأنه من أجل العودة إلى مفاوضات وعمليات تبادل إضافية تحتاج إسرائيل إلى شهر من الضغوط العسكرية على حركة حماس. لكن بالمقابل العائلات، عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب بوقف فوري للحرب بناء على شهادات من المحتجزات الإسرائيلية
التحديات التي أطلق سراحهن، وتحدثنا عن ظروف صعبة جدا للمحتجزين في قطاع غزة، وعن تعرض الأماكن التي كانوا فيها للقصف من سلاح الجو الإسرائيلي، وبالتالي هنالك خطر على حياة من تبقى من المحتجزين في القطاع. بالمقابل هنالك ضغوط أمريكية تتحدث عن عدة أسابيع كسقف زمني للحرب، وتريد إنهائها ربما يعني حتى أعياد الميلاد، وربما يعني كحد أقصى إلى بداية العام القادم. وفقا لمصادر أمريكية، فإن وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين أبلغا الجانب الإسرائيلي بذلك. لكن بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعد حتى من سقف العملية، وقال بأنه يجب أن يتم نزع سلاح حركة حماس، أو يتم نزع سلاح قطاع غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على ذلك. مثل هذه العملية ستحتاج إلى أشهر بالحد الأدنى، وإلى سنوات ربما بالحد الأقصى، وبالتالي كل واحد يتحدث عن سقف زمني وفقا لرغباته، ولا يوجد لغاية الآن سقف زمني محدد في إسرائيل. من القدس مراسلنا نضال كنعنة، شكرا لك نضال.